القاتلة والمقتول بالإعدام. إعدام. أنا أريد أطلع أخوي وبس. وهذا الطفل لا حكم آخر يشفي غليله، توفي أخوه هكذا أمام عينيه وهو الشاهد الوحيد أمام التحقيق. نفس ماكو، عيونه صار بيض كثير، ماما تغمات قالت لا تذاب دا يمثل تضرب بيه. زوجة الأب القاتلة اعترفت بفعلتها، أصابته في مقتل عمدا. ضربت ضربة قوية وراح أليها، يعني ما كنت أنا حاسبة إنه هو راح يروح الباب وينشق راسه. هاي هنا أنا ضربت أستاذ ضربة ماتية قوية يوم الأربعاء، ووقع على الحائط حيل يعني بس من وقع على الحائط رجع بالقاع حمام ضرب. أدوات التعذيب خلال سنين عمره السبع، ليس هذا فقط بل تفننت أيضا. استخدمت الملح، دبيتي على عينه وحاولت توكلي، واستخدمتي السكين بطريقة التطبير، ضربتي مو طعن، واستخدمتي الآلة الخشبية اللي طعنتي بيها، هاي موجودة بإيده 31 طعن. الطفل موسى ظهر في فيديو قبل وفاته بحوالي شهر، وظهرت عليه أثار التعذيب. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة بحق مرتكبي جريمة قتل الطفل البريء موسى. انتهى الحال بها هنا بعدما أغلق التحقيق في قضية اعتبرت شائكة إنسانيا واجتماعيا. غداء السالم، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.